ربما ما يصير تركيز على شنو ذنبنا. احنا نتحمل ذنب كبير، يعني الشعب يتحمل ذنب كبير لأنه قبل على نفسه جزء كبير، مو كله طبعا، أنا ما دا أعمم، جزء كبير قبل على نفسه أن يصطف هاي اصطفافات دينية، مذهبية، قومية، مناطقية وإلى آخره، قبل على نفسه. والمقاطعة المقاطعة مو كافية، قطعا مو كافية، يعني أنت لازم تكمل عندك العدة على مود تروح باتجاه المواجهة. العدة الجزئية مو كافية أبدا. يعني هسه أنا أقول لك شلون دا يقبلون الشعب، شلون دا يقبل على نفسه أن يبيع ضميره، يبيع صوته، شلون دا يقبل على نفسه هذا الكلام؟ زين، يعني شلون دا يقبل على نفسه أن يركض وراء جهة معينة سياسية حزبية لأنه عنده راتب من عندهم 500,000 400,000 300,000؟ مو يعني يا جاهل، مو هذا. إذا أنت تطالب بحقك من خيرات العراق تجيك. أستاذ يوسف، هذا الموضوع لا يعمم. لا، أنا ما عممت، ولكن أكو جزء كبير لا يستهان به من الشعب يمشي وراء هذا السلوك. أستاذ عامر، نعم، خلينا نكون واقعيين، لأنه هذا المسألة مهمة. أستاذ أنس صراحة سؤال جوهري جدا. زين، تاريخ حركة الشعوب. عفوا أستاذ يوسف، حضرتك نائب معتبر وشخصية معروفة داخل البرلمان. خليك تفضل كمل. نعم أخي جوزيف، أنا حقيقة مع رأي حضرتك فيما يتعلق بتوجهات كثير من المجتمع العراقي، لكنها لا تمثل الأغلبية حقيقة، لأنه الأغلبية هي الصمتة. يعني ثبت النتائج الانتخابات التي ظهرت، نتائج الانتخابات الرسمية، أن نسبة المشاركة 44%، يعني أكو 56% لم يشاركوا. معنى هؤلاء يوصلون رسالة إلى الدولة العراقية بأننا غير مقتنعين بالعملية السياسية وغير مقتنعين. هاي إن كانت نسبة المشاركة 44%. السلام الذي الرسائل التي وصلها أكثر من نصف المجتمع العراقي إلى الدولة العراقية.